بالفعل الخصم ديال فريق شباب المحمدية هو فريق أولمبيك تيران. أولمبيك تيران اللي بقى في مدينة الدار البيضاء من بعد ما لعب الماتش ديال فريق شباب السوالم برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية الثانية إنوي، واللي كانت سالت بزيرو زيرو، فهو يعني عوض أنه يرجع وكذلك تكون المسافة طويلة، فهو الفريق بقى بمدينة الدار البيضاء باش أنه يستعد الماتش ديال المحمدية البارح الاثنين. كانت حصة خفيفة في الصباح، اليوم غدا تكون حصة تقريبا هذه شي نص ساعة غدا تنطلق مع الساعة الخامسة، على أساس أن غدا الماتش اللي غادي يكون قوي ضد فريق شباب محمدية، واللي هو كان الخصم العنيد ديال فريق أولمبيك تيران الموسم الماضي، واستطاع لأنه يصعد البطولة الاحترافية إنوي الأولى، وبالتالي يعني غدا تجدد واحد المنافسة اللي كانت قوية ما بين الفريقين. وكنعرفوا على أنه في الماتش ديال الذهب كانت المحمدية ربحات بواحد زيرو في التيران، وفي المقابلة ديال الإياب كانت شباب محمدية انهزمت أمام التيران بثلاثة الواحد. وكذلك حتى غدا غادي يكون واحد الثقل على اللاعبين وعلى كل المكونات ديال الفريق أولمبيك تيران، لأنهم من جديد غادي يرجعوا يبانوا تلفازيا بحكم أن الماتش منقول على شاشة التلفاز، وبالتالي فالكل غادي ينتظر على أنه يشوف الأداء اللي كان ظهر به فريق أولمبيك تيران، خصوصا أنه حتى في مقابلة اللي هي مهمة وفي منافسة اللي هي غالية على الجميع اللي هي منافسة ديال كأس العرش، والأكيد على أن الفريق غادي يبغي يمشي في هذا المسار ديال الكأس على غرار أنه يمشي في المسار ديال البطولة بشكل جيد. على مستوى التركيبة البشرية غادي يكون غياب واحد اللي هو ديال اللاعب محمد حمدي اللي كان تصاب في الماتش ديال فريق شباب السوالم، فهو اللي غادي يغيب عن هذا المقابله، فيما باقي اللاعبين فهم متواجدين، ولكن من المنتظر لان الفريق يسترجع محمد حمدي في الماتش ديال الدوره الرابعه اللي غادي يكون بمدينه اكادير الحد الجاي فصل الدوره الرابعه. بالنسبه للغيابات الاخرى فدائما كيستمر الغياب ديال سعيد ميتوس، اشرف الليش، وسفيان الجازولي، في الوقت اللي كذلك خبر اخر كيتعلق بفريق اولمبيك تيران هو على مستوى الجمع العام. الجمع العام اللي كان غادي يكون نهار الحد فهو تغيرت التاريخ ديالو وغادي يولي نهار الاثنين 21 دجنبر، اي يعني الاثنين الجاي. علاش التغيير هذا سعيد؟ تغيير اخويا خصوصا انه كاين الماتش عند فريق اولمبيك تيران ضد فريق اتحاد الخميسات غادي يكون نهار الحد، وبالتالي يعني ان حتى الفريق يعني لا المكونات كلها، المكتب المديري اكيد غادي يكون منشغل مع الماتش ديال الدوره الرابعه ضد فريق اتحاد الخميسات، وبالتالي انهم يستريحوا اكثر، ونهار اثنين يعني انه ياخذوه، خصوصا ما غتكونش عندهم حتى شي حاجه اللي هي رسميه، فياخذوه بشكل عادي وطبيعي. هذا هو المعتقد اللي كاين في هذه المساله. وبالنسبه للامور الاخرى فهي كانت واجده، يعني كنا سمعنا من تقريبا هذه مده ديال شهر على ان التقرير الادبي ولا التقرير المالي ديال الفريق فهما واجدين، فقط كينتظروا غير الوقت ديال الاعلان عن الجمع العام. هذه هي الامور اخويا اللي كيدور فيها حاليا فريق اولمبيك تيران، يعني ان الامور غدا بشكل طبيعي كان على مستوى المنافسه ديال البطوله حتى الساعه الفريق يعني عنده خمسه ديال النقاط غادي بدون تعثر، الفوز ديال الدوره الاولى بخريبكه والتعادل في الماتش ديال اكادير مع النادي القنيطري، وعوده كذلك من الدار البيضاء من سوالم عفوا بالتعادل 0-0، يعني لحد الساعه فالمسار هو غادي متوازن. كتبقى هذه الظرفيه ديال كاس العرش، وكتبقى حتى واحد المعطى اخر اللي ربما ان الفريق غادي يتعود عليه بحال باقي الانديه، هي مساله ان اللاعبين خاصهم يتعودوا على انهم يلعبوا مقابلات يعني داخل وسط الاسبوع، وبالتالي غادي تكون ضغط ديال المباريات، وهذا اللي اكدوا لنا حتى المعد البدني محمد زيدين اللي اكد على هذه النقطه، وكان يعني كانت اشاره واضحه على ان اللاعبين سواء في البطوله الاحترافيه الاولى ولا التاليه يعني خاصهم انهم يتعودوا على هذا الوضع، ويعرفوا انه ممكن تكون ثلاثه المقابلات وسط يعني في اسبوع واحد، وبالتالي خاص البطوله الاحترافيه تمشي بهذا المنحى، والكل يعرف على ان خصوصا ان هذه الظرفيه هذه ديال الجائحه ديال كورونا انها فرضت علينا بزاف ديال المسائل اللي اننا خصنا نتعودوا عليها، واللي هي خصها تكون هي طبيعيه في بطوله احترافيه. خويا ايوب، هذه هي الامور اللي كيدور منها فريق اولمبيك تيران.